مساء الخير على حضراتكم مرة تانية. عايزين نتكلم في الفقرة دي عن آليات التعلم عن بعد بالتزامن مع غلق المدارس، وبالتزامن كمان ان احنا بنحول كل تعلمنا لتعليم عن طريق الانترنت وبنك المعرفة وما شابه. يعني بشرفني جدا يكون معايا في هذه الفقرة سيادة النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم مجلس النواب. اهلا بحضرتك. اهلا بك. كمان بيشرفني وجود دكتور إيمان عاشور، المدرس بقسم الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة المنيا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. سيادة النائب، بداية إحنا مبارح مثلا قلنا أنه كنا زعلانين عشان أولى ثانوي وتانية ثانوي، دلوقتي هم الوحيدين اللي عارفين إحنا رايحين فين، وامتحاناتهم خلاص خدوا على السيستم بتاع التعلم عن بعد. تقييم حضرتك لتجربة التعلم عن بعد أو التعلم بالإنترنت وما شابه في مصر إيه؟ هو أولاً طبعاً سعيد جداً أنا معاكم النهاردة. ربنا يخليك. بس أنا عاوز أقول إنه دايماً الظروف لما بتكون الإنسان في محنة بيتحرك على أساس يحل الموضوع ده أو يحل المشاكل في الجزئية. إحنا تعرضنا للفيروس كورونا، او تعرض البلد او تعرض العالم كله لفيروس كورونا، هو اللي خلانا اضطرت الحكومه واضطر الرئيس السيسي والقياده السياسيه انه ياجل الدراسه كاجراء احترازي للطلبه سواء الجامعات او المدارس. طيب الفتره ديت محسوبه من عمر المدارس اللي هي ال 15 يوم. طب ال 15 يوم هنعمل فيهم ايه؟ لو جينا نرجع شويه للمنظومه التعليميه الجديده اللي احنا شغالين عليها النهارده في التعليم. المنظومه هي التعلم والفهم وليس الحفظ والتلقين. تمام. وبناء عليه ده اللي بنتمناه. واحنا بنجدد فيه. يعني بنجدد فيه، الوزاره بتجدد فيه. تمام. واحنا داعمين للجزئيه دي من التعلم يعني. أي. فالتعلم معروف انه افضل، لانه انا اللي بستنتج وانا اللي بستنبط وانا اللي بستخرج المعلومه. تمام. وممكن اسال فيها بعد كده. ده اللي احنا بننشد يعني بنشد له قدام يعني. تمام. في المستقبل. الجديد بقى ان احنا اضطررنا للعمل دلوقتي. تمام. بالمنظومه، بس مش للثانويه العامه بس زي ما عليك ما قلت، لا للمدارس كلها وللفصول كلها. وللنقل. صحيح. وللنقل اللي فيها ميزه كويسه قوي. يعني لو جينا نرجع لفتره قديمه شويه كان في برامج تعليميه بكثره. ايوه طبعا. وبرامج اذاعيه وكلنا كنا يعني بنتعلم فيها، كنا بنراجع قبل الامتحان مع باللوح ده، اللوح الزجاجي، ونكتب ايوه ونكتب معاه، وكنا شغالين معاه وكنا مستفيدين جدا. وكان من الحاجات اللي كان بيجيبها او بيشرحها في الرياضيات وفي الفيزياء وفي الكيمياء والحاجات دي كانت اسئله منها متوقعه بتيجي تاني يوم، وكنا نحب احنا نتابعها. هو ده التعلم عن بعد. مع بقى استخدام السوشيال ميديا في المراحل المتقدمه بتاعتها. اللي هي بقى المنصات الالكترونيه، اللي هي بنك المعرفه، اللي هي كل الحاجات دي جديده لازم الطلبه تستخدمها، وهو في الاخر مستفيد. الطالب في الاخر مستفيد، حتى الاسئله بتاعته اللي هتيجي في المراحل الثانويه، يعني مش هتكلم على الجامعه لان الجامعه ده اساس شغلها، لكن بالنسبه للمراحل الثانويه اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي والطلبه دول هيمتحنوا بالطريقه دي، طريقه الكترونيه حتى في الامتحان. طيب خليني اسال دكتور ايمان عن هل احنا جامعاتنا بمعداتها بطاقتها بحتى سعه الخط بتاع الانترنت، محتاج طبعا فائق السرعه، هل احنا مستعدين لبس معلومات لاكثر من 23 مليون طالب؟ بص حضرتك، لو هنرجع بقى نتكلم عن التعلم عن بعد اللي هو اسمه برضو التعلم الالكتروني، التعلم بوسائل التواصل الاجتماعي، التعلم بوسائل الانترنت، التعلم عن طريق الانترنت، كلها سمي مسميات زي ما حضرتك عايز تقول. انا بس عايز استاذنكم في حاجه، احنا قدامنا 12 دقيقه
فخلونا دايما تو ذا بوينت علشان لما بنقعد نجيب الحكايه من اولها مش هنوصل للاجابه. طيب دلوقتي هو التعلم عن بعد لو احنا اتكلمنا عن خصائصه، فحضرتك بتقولي هل الجامعه مستعده ان هي توظف التعلم عن بعد دلوقتي داخل المناهج والمقررات؟ طب ما احنا لو اتكلمنا عن خصائص التعلم عن بعد، هو ما بيحتاجش مجهود، هو ما بيحتاجش تكلفه عاليه، هو ما بيحتاجش وقت ليميت معين انا محدود بيه في الوقت ده، هو محتاج اجهزه اتصال، واجهزه الاتصال حاليا دلوقتي متوفره مع كل الناس. أيوة، يبقى إذن بس عندي مشكلة في أن أنا أكون أعددت هذا المنهج بصورة إلكترونية، أن يتعمل سلايدز، أنه يتعمل محاضرات مسجلة، مش كده ولا إيه؟ أوكي حضرتك، طب ما الحاجات دي أوريدي أستاذ الجامعة دلوقتي على دراية بيها وعلى تدريب وعلى خبرة، لأن أنا في نوعين عشان كده بقول لك الموضوع كبير، في التعلم الإلكتروني المباشر الجزئي، وفي التعلم الغير مباشر، وفي المدمج حاليا مطبق في معظم الجامعات، اللي هو جزء تعلم تقليدي وجزء الكتروني عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ان انا انزل انشطه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي للطلبه وبيتواصلوا معايا، يبقى اوريدي هو التعلم عن بعد كان مفعل. هو كل الجزئيه اللي زادت في الازمه دي اللي موجوده حاليا ان بقى كلي، يعني انا قضيت على الجزء اللي هو التقليدي اللي انا هتعامل فيه بالمحاضره مباشره مع الطالب، وهبدا لا كل تعاملي مع الطالب عن بعد. يبقى اذا هو كان مفعل وموجود في الجامعات وموجود من فتره. بس خليني اقول لك حاجه يا دكتور، هو ما كانش مفعل للمدرس اللي بيدرس لتانية وثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي. لا انا بتكلم على الجامعات. طيب حضرتك، عشان كده بقول لحضرتك، لان سؤال حضرتك انت سالتني الجامعات ولا والمدارس كمان، يعني لا. هل انا كدوله بقى هل عندي هذا التدريب لهذا المعلم؟ بس طبعا انا عندي برضو ميزه تانية، ان انا مش محتاج 200 300 معلم في الماده، انا عايز موجه بيعرف يشرح، معلم واحد يكفي لتعليم الاف، مش كده؟ دي يعني ميزه التعلم عن بعد، معلم واحد متخصص في المحتوى معين او ماده معينه يكفي لنشر المحتوى او تعليم المحتوى لالاف، لان انا مش محتاج قاعه تدريسيه معينه. أيوة. محدوده العدد. يبقى اذا هنا في حاجات كتير، حواجز كتير قضينا عليها. بس ما تنساش حضرتك ان انت في التعلم عن بعد هتقضي على حاجه مهمه جدا، هي مهارات التواصل الانساني. طبعا دي نقطه مهمه جدا. معلش، ما هو ده يبقى خوف نخشاه اذا كنا هنفضل كده طول عمرنا. لكن في ضغط، لكن لا الأزمة، كازمه او كتداعيات، لا ما فيش اي مشكله ان انا اطبق التعلم. طب خلوني اقول للساده المشاهدين بالذات اللي عندهم تلاميذ في ابتدائي واعدادي، خلوني اقول لكم ان تردد القنوات التعليميه هو 12380 افقي على النايل سات، يعني اتش هوريزونتال لو عندكم بالانجليزي، والرقم التردد 12380 على النايل سات، مجموعه كبيره من البرامج المتخصصه بالانظمه التعليميه لطلاب ابتدائي واعدادي، وهناخد احنا وقت كاهل نتفرج عليها ونطمن ونشوف ولادنا دول هيعرفوا. مش تسيب ابنك قاعد قدام البتاع وهو يضحك عليك وياخد الموبايل ويقعد يلعب، انت لازم تطمن انه حصل هذا التواصل وانه بيفهم فيها. مش كده؟ عايز ارجع لضيفي سيادة النائب واسأل حضرتك، احنا متعودين على فكرة، عارف حضرتك عندك عسلية عندك عسلية، احنا متعودين على انه حد بيقول حاجة وانا اقعد اقوله يعني دي معناها كده يا استاذ هو بيقولها. ايوه يعني. طب حضرتك وصلت لغاية فين في الاملة؟ الحاجات دي كلها طبعا خلاص ماتت. فازاي انا اقنع ابني انه دلوقتي انت اللي مسؤول عن نفسك، اللحظة اللي مش هتركز فيها راحت منك المعلومة دي؟ وزي ما حضرتك قلت في بدايه اللقاء، اولى ثانوي وثانيه ثانوي عرفوا دول بالظبط، دول عرفوا. هي المشكله في الـ في الـ في الاجيال الصغيره. طب انا ممكن اقول على حاجه؟ اتفضل. في تردد تاني 11757 11757 افقي برضه 757 على النايل سات. ده برضه لنفس المواقع التعليميه بالنسبه للطلبه، يعني القنوات. فدلوقتي الطالب يعني على قد ما نقول السوشيال ميديا وخدت جذبت من الطلاب كتير وضيعت وقت كتير، ولكن هي افادتهم كتير. يعني ممكن الطالب دلوقتي لو المعلومه جات له على الموبايل اوريدي هو هيتعامل معاها، وهو اشطر مننا 100 مره من ثانيه ابتدائي، يعني اشطر بكتير. فهو هيتواصل على المعلومه بس توصله. وهو وتأثير الموبايل معاه هيبقى اقوى من تأثير المدرس عليه. ايوه ده طبعا، ده فرق كبير. هو بيركزش مع المدرس وبيركز مع الموبايل. لا بيركز مع الموبايل. فهم فبالنسبه الاولى لكي جي 1 وكي جي 2
وتانية ابتدائي. دول طبعا هم ما لهمش امتحانات وكلام من ده، فالموضوع منتهي، وهتبثلهم الفيديوهات بتاعتهم والمناهج بتاعتهم على القنوات التلفزيونية عادي، على القناة التعليمية. وبالنسبة للمرحلة التانية، الطلبة اللي هم من تالتة ابتدائي بقى لتالتة ثانوي، دول برضو فيه برامج تعليمية هتنزل 24 ساعة على مدار 24 ساعة على القناتين اللي قلنا عليهم. الأولاد هتتواصل معاهم وهيسألوهم وهينزلوا لهم نماذج اختبارات عليها وشرح موافي للمناهج، شرح موافي للدروس نفسها. فتقريبا كده احنا هنطلع من الموضوع ده ناجحين في حاجة معينة، ان احنا هنستغنى عن الدروس الخصوصية. يعني بعد التجربة دي كده، من قال لك هنستغنى؟ لا هنستغنى، الطالب لو حس انه استفاد في الفترة دي لو حس لكن ابوه وامه هيقولوا له لا ده الاستاذ ده بياخد فلوس عشان يجاوبك على اسئلتك، روح السنتر. الحمد لله ان السنتر اتقفلت يعني عشان كورونا. لا ما فيش سنتر ولا حاجة. احنا بص دايما بنقول ايه، ان الطالب اللي بلاش الطالب، بنتكلم على الانسان لو هو مريض محتاج يروح لدكتور يتعالج، واحد جعان محتاج يروح مطعم يدخل يتغدى او يتعشى. الطالب لو حس انه ضعيف محتاج يروح لمدرس، ما هو زيه زي اي واحد. فانا محتاج، لكن في الفتره اللي انا مش محتاج فيها، اللي هو الشاطر بقى اللي بفهمها وهي طايره، ده اللي مش عاوزين. عاوزين ناخد الطالب هو يطلع معلومته، حتى لو هو محتاج يبقى محتاج مدرس مساعد. صحيح. مش محتاج ملقن يلقنه. هي دي الجزئيه اللي احنا عاوزينها. طيب احنا مستمرين ل 11 وربع، فاحنا برضو هنتكلم براحتنا اكتر، ودي يعني حاجة جميلة ان احنا نتشرف بيكم. ومنتظرين مداخلات حضراتكم، الارقام امامكم على الشاشة لو اي حد عنده اي سؤال لسيادة النائب او لدكتور ايمان عن التعلم عن بعد، مشاكله ايه، هل في روابط ما بتفتحش زي ما اتقال على بعض الجامعات امبارح وانا قلت ده. اهو مصطفى من المنوفية. ايوه استاذ مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا استاذ ايهاب. اتفضل يا فندم. حضرتك دلوقتي المدارس لو ينفع ينزلهم المناهج دي على النت ولا ايه اللي فاتوا اللي هم قاعدينها دي؟ طب ما هو ده اللي احنا بنحكيه يا مصطفى، خليك معانا، ما هو ده اللي بيتكلم فيه سيادة النائب والدكتور، كل المناهج هتنزل على النت. تمام. بشكرك يا مصطفى، شكرا جزيلا. دكتور ايمان، حضرتك اشرتي للفرق ما بين نوعين، انا عايز برضو ااكد على نوعين، مش عارف هم ولا اذا كانوا التانيين. الفرق ما بين البرنامج التلفزيوني والمعلومه اللي نازله على الانترنت. المعلومه اللي نازله على الانترنت يعني ما بتحملش في داخلها القدره على توثيقها. يعني انا بقول دكتور ايمان كانت موجوده في برنامج مساء الخير على قناه ميسات، عايز دليل، عايز دليل، وعايز اطمن ان السؤال مش هيجي الساعه كام كانت موجوده من الساعه كام للساعه كام. ده اللي بيوفره التواصل المباشر، والحقيقه كانت بتوفره وما زالت قنوات التلفزيون، لان اللي بيجي بيبقى موجه كبير وبيبقى عارف التريكس الحيل فين، يقول لك خد بالك انت ممكن تتسال هنا بالطريقه الفلانيه يبقى برضو نفس الاجابه لو كذا يبقى كذا. تمام. فرقي لي بقى ما بين النوعين دول. بص حضرتك انت بتتكلم عن حاجتين، حاجة مجسمة اللي انا بسميه مجسم، يعني مواقع التواصل الاجتماعي زي ما قلت حضرتك هتوفر بحاجة يا في فيديو يا اما هتقول لي معلومات مرسلة. تمام. في الحالة اللي انت هتقول لي فيها معلومات مرسلة، انا عايزة اتأكد المعلومات دي صحيحة ولا مش صحيحة، يعني اتأكد من مدى دقتها. لكن في التلفزيون انا شايفة استاذ ذهب هو يعني مش متغير، مش حد تاني، المعلومات اللي هيقولها هو مسؤول عنها كشخص، هو مسؤول عنها. يبقى اذا انا لما هاجي المعلومات دي يبقى فيها مغلوطات او فيها حاجات خاطئة، المسؤول الاول هيكون استاذ اهام. لكن لما بنشر معلومة على السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي انا مش عارف مصدر المعلومة، ممكن تكون نقلا عن، فبالتالي مش هيبقى فيه اللي هو المصداقية الكاملة. عشان كده اتجهنا كجامعات، وبرضو المفروض ده المدارس نفس القصة، في صفحة رسمية للمدرسة وفي صفحة رسمية للجامعة. يبقى إذن للكلية، أنا ملجأش موقع الكلية نفسه، أي إشاعات جيالي على الواتساب والكلام. أنا عندي موقع الكلية، التوجهات كانت من رئيس الجامعة، من رئيس الجمهورية لوزير التعليم العالي، من وزير التعليم العالي لرؤساء الجامعات، من رؤساء الجامعات للعمدة، لكل عميد مسؤول عن كليته. صحيح. عن الهيكل البيت بتاعه. لكن انا سبتها عملية مرسلة كده شاملة، انا مين مع مين، مين ازاي، طب فانا مطالب قاعده هيئة التدريس ان انا برسل المحتوى بتاعي ده
ده محتوى ماده كنا نكتب بتاع الماده بتاعي للفرقه الاولى الفرقه الثانيه الفرقه الثالثه عن طريق موقع الكليه او عن طريق الجروبس الرسميه اللي عاملها الدكتور للطلبه بتوعه على واتساب او كده. تمام بس ده في اشكاليه حضرتك ان انا الجروب الرسمي بتاعي كعضو هيئه تدريس بيختلف. حضرتك بتتعرض لهاكرز بتتعرض لحاجات كتير عارفينها اللي هي الاختراقات بتاع السوشيال ميديا. يبقى اذا اضمن حاجه وامن حاجه هو عن طريق موقع الكليه اللي بيني وبين الطلبه ده حاجه وديه. صح كده اشكرك ده توضيح مهم. معايا ميري من امبابه. الو مساء الخير. مساء الخير ذهاب. اتفضلي. من فضلك ليا بس استفسار. انا ولادي في مدارس فرنساوي. ايوه. احنا ملناش اي حاجه نازله لنا اونلاين خالص، يعني احنا بناخد المات فرنسي وبناخد السيونس فرنسي، فاحنا محتاجين اي حاجه تنزل لنا اونلاين اعرف اعلم الولاد من خلالها. طبعا انا مع حضرتك، بس احنا لسه متوقفين عن الدراسه، لسه ما لحقناش، يعني ممكن يكونوا لسه مش جاهزين. تمام. واولاد حضرتك في سن ايه؟ انا في الاعداديه وفي ثانويه عامه. لا دي حاجات حرجه، ده لازم انا هرد عليها بس. طيب سواء هترد عليكي دكتور ايمان حالا، بس هاخد ايمان من القاهره وبعدين نرد على الاثنين. ماشي. الو ايمان. مساء الخير يا استاذ ايهاب. مساء الفل. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا اتفضلي. انا عايزه عندي بس سؤال. اتفضلي. عندي انا ثالثه اعدادي، مرحله ثالثه اعدادي، والمدرسين مش عايزه توقف دروس. المدرسين، لا ما المدرسين عمرها ما هتوقف دروس، ده فلوس جايه لهم يا ماما. لا هي انت اللي انت بتتكلمي عن اي دروس؟ تتكلمي في السنترز ولا في المدرسه؟ لا في البيت. ثانيه واحده، المدرس درس خصوصي في البيت يا هبي؟ درس خصوصي، درس خصوصيه في البيت. طب ما ده بايدك انت. طب ما ده في ايدك انت. قولي له خلاص حضرتك اهلا بيك، خليك تستمر في التدريس لابني، مش هديك فلوس. ده هي اللي طالبه. طب ما في حاجه يا استاذ ايهاب، انا عندي اولاد معانا في الدرس. سلمت اولياء الامور بتاعتهم ما رضيوش يوقفوا الدروس. لا بصي يا استاذه ايمان، انا بشكرك بس اقفلي واسمعي. في فرق بين زي ما سياده النائب كان بيقول، انا اللي بروح للدروس الخصوصيه من الاوفر بروتكشن والخوف الزياده على اولادي. لو انا واعي وتابعت ان ابني النهارده اكتسب الخبره دي وفهم الفكره دي، ده اعظم الف مره من ان انا اقول له احفظ 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 وسوري بقى في الامتحان، اقول الكلمتين وايه وخلاص، ولا انت درست حاجه. تلقين. طيب مين؟ استرجاع. استاذ روماني من عزبه النخل. اهلا بيك يا استاذ ايهاب. اهلا بيك يا استاذي، اتفضل. ربنا يخليك. انا بس عايز استفسر من ساعه الاستاذ اللي عند حضرتك، بس ان هو بيتكلم ان بيقول ما بالنسبه لكي جي 1 وكي جي 2 ما جبناش سيره كي جي خالص، اتكلمنا على من اول ثانيه ابتدائي. بس قول أيوة سؤالك. اللي هم ما لهمش امتحانات. قول سؤالك. موقفهم ايه يا فندم بعد الاسبوعين؟ موقفهم ايه بعد اسبوعين؟ ولا يعني وضح لنا السؤال، ايه اللي ممكن يفوتنا في عبقريه تدريس شيء لحد كي جي 1؟ ما لهمش امتحانات. ايه؟ ما لهمش امتحانات. هم اصلا ما لهمش امتحانات، ده الاصل. لحد ثالثه ابتدائي مفيش امتحانات. ومن الوزير ده مش بس بعد اسبوعين، ده موقفهم بعد ثلاث سنين. اشكرك. مين؟ هناء من الاميريه. الو الو. استاذه هناء من العمرانيه اتفضلي. ايوه. ما تسمعيناش من التلفزيون، اسمعيني من التليفون واقفلي الصوت التلفزيون خالص. ماشي. يلا قولي عايزه ايه. لو سمحت، وانا عايزه اعرف الولاد هل هم هيستفادوا من الدروس اللي هتيجي على التلفزيون؟ اكيد. ايه السؤال ده؟ لا احنا عاملينه عشان ما يستفيدوش. ايه السؤال ده يا استاذه هناء؟ اكيد هيستفيدوا طبعا يا استاذه، بس انت برضو خليكي معاهم وراقبيهم. استفدت ولا لا؟ طب استفدت ايه من درس النهارده؟ لا انا عايزه اعرف هل هم اتفضل هم هيستفادوا من الدروس اللي هتيجي على التلفزيون؟ طيب. هو لازم المدرس بيفضل يشرح لهم. طب انا بشكرك يا استاذه هناء، خلاص وصلت الحكايه. طب احنا الاول دكتور ايمان معانا سؤال بتاع الفرنسي. هي دي المصداقيه اللي بنتكلم عليها. لا احنا الاول عايزين نجاوب على السؤال بتاع الفرنسي. بتاع مناهج الفرنسي. هو اللي حصل كالاتي، ان هو الفتره دي اللي هي 15 يوم ما كانش في حسبان اي حد. طبعا. فطبعا انا عشان انا بنتي برضو في اولى ابتدائي، فلسه يا دوبك ابتدى المدرسين يتعاملوا ويتفاعلوا. النهارده يا دوبك نزلوا لهم الدروس بتاعت، يعني هم قاعدين بقى لهم ثلاث ايام اهو، ابتدوا يتفاعلوا النهارده وينزلوا. يعني هي مش فتره مؤخره، وبعدين احنا مطلوب منا محتوى بتاع اسبوعين، فهيوصلك بكره يوصلك بعده. المهم ان انت المحتوى بتاع
على اسبوعين هيكون معاكي. وبعدين زي ما حضرتك تفضلتي الجروب الرسمي بتاع المدرسه او الموقع الرسمي هو المسؤول لما يبقى في اسئله بتيجي عليه والمدرس بيجاوب لازم المدرس نفسه يؤهل نفسه للاجابه بالطريقه الالكترونيه. طيب سياده النائب واضح انه في تشكك في قدره المناهج الالكترونيه او التلفزيونيه، واحنا برضو عشان برضو للامانه لما كنا بناخد الرياضه من التلفزيون كمراجعه كانت بتبقى احنا الامور في دماغنا ثالثه اعدادي ثالثه ثانوي وواخدين عليها حاجات وحلين عليها امتحانات بس بتشوف بيقول ايه، يمكن يقول فكره جديده ما قالهاش مثلا مدرس في الفصل او كده. ازاي اطمن اولياء الامور انه لا اطمنوا عن طريق التعليم عن بعد هتوصل لكم معلومه حلوه. برضه هنرجع تاني لكلام الدكتور، اتفضل. لسه بقى لنا يومين بالظبط، خلوهم يستنوا بس 3 ايام 4 ايام ويتابع تمام ويشوف الاسلوب هينفع، لانه انت اللي هيشتغل معاهم على القنوات التعليميه اساتذه من يعني مش اللي هم في السنترز، اساتذه يعني خبرات كبيره هيقدر يوصل له المعلومه ومتخصص في توصيل المعلومه الكترونيا عن بعد. هو ده اللي هيتعامل معاه فهيفهم منه افضل من المدرس العادي بتاعه. فلازم يجرب الاول وخدها بنفسه، معانا اسبوع لسه ولا يعني. حضرتك بتاكد على نقطه مهمه قوي، انا ما بيجيليش فرصه كاي طالب في اي مدرسه ان انا اوصل لموجه الماده او المدرس الاول، هيجيله اللي هيبث بقى المعلومه او الفيديو ده هيبقى حد كواليفايد. ايوه محترف. ايوه طيب دكتور ايمان، هل السايتس الموقع الرسمي اللي حضرتك كنت بتتفضلي بالحديث عنه مش لازم يبقى له طاقة استيعابية معينة؟ هل هيستوعب كل الأسئلة وكل الإجابات؟ هل ده لا، ما في حضرتك نوعين، يعني انت دلوقتي يا هتعمل اللي هو التعليم المتزامن يا غير متزامن. التعلم عن بعد المتزامن يا غير متزامن، بتاع التلفزيون غير متزامن يعني متزامن مرتبط بيا الا في فترات الاعاده، مرتبط ان انا اكون قاعد قدام التلفزيون. نفس القصه، انا هدي الطلبه التعلم عن بعد متزامن ولا غير متزامن؟ فانا في حاجتين، يا اما هعدله في الشيتنج، ده متطلب بقى انه الساعه اللي حضرتك بتتكلم عنها ان انا اقدر ارد على 1000 طالب في نفس الوقت واقدر استقبل اسئلتهم واقدر ارد عليها، ده اسمه شاتنج متزامن. مرتبط بان انا والطالب في نفس الوقت فاتحين موجودين على الوسيله تمام. غير متزامن اللي احنا بنعمله، انا هرفع فيديو بالمحاضره او هرفع ايا كان باوربوينت بالمحاضره او بي دي اف بالمحاضره اللي هو المحتوى بتاع الاسبوع ده مثلا اللي المفروض كان يقال في المحاضره التقليديه، وهو الطالب بيقول لي تعليقات وانا ممكن استقبلها بعد كده. فده غير متزامن، هو انا هرفع الفيديو دلوقتي هو ممكن يشوفه تاني يوم تمام. ممكن يشوفه تالت يوم، بس هجمع خلال اسبوع مثلا هجمع كل الاسئله والملاحظات عليه. ففي فروق فرديه في دلوقتي في الاسئله وفي في الدخول وفي الخروج صحيح. ففي فتره متسعه ان انا ارد على كل طالب، فما فيش كده ساعه طيب. ضغط على الساعه نفسها. طب مينا من القاهره، مينا؟ ايوه اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. انا كنت بس عايز اطالب ان يبقى في تقنيه معينه بحيث ان المدرس ما يتحكمش في درجات الطالب، لان بيبقى في ضغط بوسيله او باخرى علشان ياخد دروس خصوصيه. فيبقى في تقنيه معينه المدرس ما يتحكمش في درجات الطالب. ماشي يا مينا، دي قصه ازليه. ورجل كمان ده دكتور الجامعة كمان الحاكم بأمره ده اللي بيتصرف بدون رادع ده واللي بيقول علنا للطلبة طب ما لو ما اشتريتش المذكرة بتاعتي ولا الكتاب بتاعي هتسقط، احنا عايزين نشوف لها حل دي. والورقة الأخيرة في الكتاب بتاعه لازم تمتحن فيها طبعًا وبتاع. طبعا. أستاذ عماد من اسكندرية. ألو؟ أستاذ عماد. عماد من اسكندرية. عنده مشكلة في الاتصال. طيب. عايز اناقش بقى سياده النائب فايز بركات في حاجه غيظاني من زمان، ما يسمى بالاجابه النموذجيه. خلاص ما بقاش في اجابه نموذجيه. لا انا اقول لسيادتك بقى استناني بس استناني. انا عايز اقول انا النهارده قلت للدكتور ايمان انت الموضوع بتاع النهارده عن الاستوديو، انا اقيم المجهود اللي هي بذلته عشان تصل، ما هو الاستوديو، كيف تحضر ديكور الاستوديو، ايه المعدات اللي مطلوبه في الاستوديو، هتحتوي كم ضيف، مش ان انا اجيب واحد ملوش في الماده، وحضرتك بتدرسي اعلام، اجيب واحد ملوش في الاعلام واديله اجابه نموذجيه، هو لو شاف مكتوب ضيفين لو شاف ثلاثه يبقى ساقط.
ازاي انا اتخلص من الطريقه دي في التقييم؟ هو في في التعلم نفسه بقى. اتفضل. يعني ده الموضوع ده خلاصه التعلم. اتفضل. هو لما هو يبحث بنفسه بيشوف المعلومه، وبناء على كده ما بقاش فيه دلوقتي في الثانويه العامه في النظام الجديد في الامتحانات ما بقاش فيه اجابه نموذجيه. ممكن اجابتين انا اجاوبهم، انا اجاوب اجابه وحضرتك تجاوب اجابه مختلفه خالص، والاثنين ياخدوا نفس الدرجه المخصصه للسؤال. ليه بقى؟ لانه انت على مقدار الفهم وانا برضو على مقدار الفهم بتاعي انا بحدد اجابتي. صحيح. فهنا ما بقاش الموضوع اجابه نموذجيه هي الوحيده، وده كان من عيوب النظام القديم. طبعا عيوب النظام القديم انه ساعه واحده او ساعه ونص او ساعتين على حسب الزمن الامتحاني بتاع الطالب في الثانويه العامه تحدد مستقبله كله بي 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 في ساعه ونص. ازاي احدد مستقبله وعشان كله بيمتحن في نفس الوقت وكله بيصحح هو نفس الوقت كله في نفس الوقت ومصححين غير متخصصين دلوقتي؟ لا الموضوع مختلف. موضوع مختلف خالص. الجزئيه اللي انا بتكلم اللي كان بيسال عليها تقريبا مينا بيقول الموضوع ازاي نتخلص من الدروس والمدرس وضغط المدرس. سلطة المدرس هنا بدأ الموضوع نتخلى عنها في التربيه والتعليم بعد ما النظام الجديد اشتغل. ليه؟ لانه المفروض النظام الجديد ده الطالب بيمتحن على التاب بتاعه. والامتحان بيروح اوريدي كده دايركت لاتنين مصححين لا هو يعرفهم ولا وبعيد عن المدرسه. لكن الامتحان عليه كام في الميه من نسبه درجات الماده؟ هو درجات الماده مفيش للحضور، وحتى الغياب بتاع المدرس بيبلغه على التاب. المفروض هو بيبلغه على التاب. يعني مش ما فيهاش تلاعب مش حاجه للمدرس خالص في الموضوع. طيب اخد مداخلتين تاني. دميانة من عين شمس. الو الو مساء الخير. مساء الفل. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. كنت عايزه بس اتكلم في نقطه صغيره من فضلك. الناس الغلابه اللي هم محدودين الدخل قوي ازاي هيقدروا يفهموا الشرح بتاع المدرس لما هم بيفهموا الشرح بالعافيه في المدرسه؟ دي مشكله فعلا. الغلابه في ايه؟ في مخهم ولا الغلابه في فلوسهم؟ الناس الغلابه محدودين الدخل قوي، يعني الناس بوابين، الناس الغلابه. طب ومحدود الدخل مال محدوديه الدخل ومال المفهوميه المباهت الاطفال ازاي يا استاذ ايهاب؟ يمكن قصدك ان الاب والام ما عندهمش الثقافه انه يقدروا يتابعوا مثلا. بالظبط. يعني هم يعني بيبقى عندهم كم من الاولاد، يعني ازاي هتقدر تتواصل مع ده ومع ده ومع ده؟ بس خليني اقول لك حاجه يا استاذه دميانة، انه احنا كنا طول عمرنا بنشوف ان ولاد الناس اللي بنقول عليهم غلابه اللي بيذاكروا تحت عمود النور دول. أيوة. دول اكتر ناس بيطلعوا علماء وعباقره، واحنا بنقعد نغني ظلموه. يعني انا يعني خبرتنا مع الناس، في ناس بالعافيه لما بتفهم الموضوع وتفهم الدرس ويعني طيب صعابهم يعني برضه بيبقى غير صعاب الناس التانيه. بس هو طب انا بشكرك. هاخد هو يمكن السؤال يمكن يبقى منطقي لو قلنا لو ما عندوش قدرة انه يبقى عنده انترنت او واي فاي، دي مشكلة. طيب بشكرك. اخد رانيا من سوهاج. الو اتفضلي. لو سمحت انا عايزة عن التعليم الفني او هيبقى نظامه ايه ومفيش متوفر عن شبكة واي فاي؟ التعليم الفني ما عندهش شبكة واي فاي. مين اللي ما عندوش واي فاي؟ المدرسة ولا البيت؟ لا البيت نفسه مش قادر توصل الموقع الالكتروني او موقع المدرسه نفسه. لا خليني اقول لحضرتك انه اصبح لا غنى. انا بشكرك الاول عشان وقت. لا غنى عن وجود انترنت عندك في البيت، والواي فاي ارخص بكتير من الباقات بتاعه الموبايل، ودلوقتي مجانا. مجانا في المدارس. مجانا على مجانا للطلبه اللي يستخدموا النت. ايوه بس ده في وقت المدرسه لما يبقى هو جوه المدرسه. لا 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 مش في بيته. لا لا في بيته دلوقتي. ازاي يا فندم؟ والله بيته. يعني موجوده دلوقتي. ده حاجه منحه من الطلبه عشان ال 15 يوم من الشركات الاتصالات. شركات الاتصالات الاربعه عندنا ادوها مجانا للطلبه اللي في الاسبوعين دول. يعني الاسبوعين اللي ما فيهمش مدرسه شركات الاتصالات مش هتتقاضى عنهم؟ هتتقاضى عنهم. اشتراك شهري؟ اشتراك شهري. وعندهم حاجه اسمها اسبوعين واسبوعين؟ هم هيدوها كده. طب يعني عايزين برضو حد ياكد لنا المعلومات دي من وزاره الاتصالات يا شباب. طيب التعليم الفني يا دكتور ايمان هل برضو بيعامل؟ احنا شفنا موضوع التعليم الازهري مثلا وخضوعه لنفس الاجراءات. التعليم الفني يعني برضو هيبقى فيه مناهج عن بعد؟ هو ممكن التعليم الفني
انا مش عارفه هي اي مجالات فيها بس هي اكتر، واحنا حتى انا عانيت نفس المشكله دي اكتر مهني يعني محتاج ان هو يتعلم يعمل بايده فيس تو فيس عملي زي انا عندي ماده، لا ويخش الورشه تدريب زي انا عندي ماده المسرح كده مثلا، انا ما ينفعش اعلمها للطلبه عن بعد، انا لازم أن اشوف الطالب وهو بيكتب السيناريو وبينفذ السيناريو ازاي وبيمثل ازاي وبيجهز الديكور ازاي، فانا هعلمها له ازاي عن بعد الا اذا ان انا هديله عناصر عناصر وبعدين التنفيذ ده بقى لحد ما نشوف الاسبوعين دول هيوصلوا. هو ممكن لو حضرتك اتفقتي معايا انا ممكن اجي اعلمها له عن بعد لان انا بدرس مسرح يعني بس طبعا هتحتاج ايه بقى، هتحتاج انا بهزر طبعا بقى، هتحتاج ان هو مثلا يكون بيوريني فيديو فراغ مسرحي بس بص هقول لحضرتك ازاي قدر يملاه، مش ده اسمه نظام محاكاه طبعا. مش هيبقى ابدا زي ما ان انا شايفاه مباشره وبصحح له اخطاء وبقول له لا وقف الوقفه زاويه 45 لا مش المفروض تدي ظهرك للكاميرا طبعا. هو مهما يكون هيديني فيديو جامد يعني طبعا. انا هو الفيديو تم تنفيذه فانا على ما اقعد اعدل فيه هاخد وقت ومجهود، انا معاك، وبرده مش هيبقى بنفس التقنيه والمهاره اللي هو هيأديها قدامي. يبقى اذا خلصنا الى انه المواد المهارية المهارية والتطبيقية دي برضو ايه هتظل محتاجة فيها نقطة في التعلم عن بعد لازم ندور لها على صغرة كده ان هي فعلا فيها. كلام حضرتك لانه كمان برضو شوف سيادة النائب يوافقنا ولا ايه، انه انا معظم تعلم في الحاجات المهارية دي انا باخدها من قدوة الاستاذ مش مجرد الاحتكاك، العين وحركة اليد نفسها، لان ده كله شغل تدريب يعني. عارف حضرتك بما ان دكتور ايمان اتكلمت عن الفن او المسرح، انا مثلا لما اشتغلت مع احمد زكي او مدام سناء جميل او كده، لا انا بشوفه حتى هو مش بيصور انا بشوف بيعمل ايه. ابنوب من القاهرة، ايوه اهلا وسهلا، معلش هم قالوها لي خضة كده فانا جبتها لك خضة برضه. لا ولا يهمك، اتفضل. انا كنت عايز بس اوجه رساله ان اصلا بنك المعرفه او اي موقع تبع الوزاره بيقولوا ان هو عليه حاجات تعليميه، هو ما عليهوش اي حاجه يعني. انا مستعد على مسؤوليتي الشخصيه ان انتوا تفتحوا الموقع دلوقتي وافتحوا اي ايميل انا الشخصي حتى مش مهم، المهم هتلاقي حاجات تعليميه ثانيه ثانوي عباره مثلا عن ايه، حاجات كرتون. حضرتك بتتكلم على ايه، على بنك المعرفه ولا بتتكلم على ايه؟ انا بتكلم على اي حاجه تعليميه موجوده على بنك المعرفه تخص اولى ثانوي او ثانيه ثانوي. تمام طيب حاضر. استاذ ياسر من هنا، مساء الخير يا استاذ ايهاب. مساء الفل، ازي صحتك؟ تمام نشكر الله، اتفضل. معلش في بعض الطلبه ما عندهمش امكانيات للحضور على الواي فاي، فممكن تكون في كذا قناه تعليميه في التلفزيون العادي عشان يقدر الطالب يستوعب ويواظب على الحضور يعني. تمام انا بشكر حضرتك، وصلت موجودة. نزلنا الترددات على الشاشه وهتنزل تاني، والواي فاي قلنا شركات الاتصالات، سياده النائب قال لنا ادي الترددات اهي معاك، وسياده النائب قال لنا ان الواي فاي مجاني، والحقيقه الواي فاي اصبح لا غنى عنه في الزراعه، في الطبيخ، في التدريس، في كل حاجه، ما بقاش في عندنا ما بقاش اوبشن يعني، ما بقاش حاجه نقدر نتهم حد انه بيعملها علشان ياخد مننا يعني فلوس زياده. دكتور ايمان عايز نصيحه اخيره، وهاخد برضو من سياده النائب نصيحه اخيره عشان انا كطالب او طالبه او تلميذ او تلميذه استفيد اقصى استفاده من التعلم عن بعد. جه الوقت ان احنا نوظف الانترنت والتكنولوجيا في الطريقه الصحيحه في الوقت الحالي، احنا صحيح. في امتحان ازاي نحول ادمان الانترنت من حاجه خليك مدمن زي ما انت، بس من حاجه سلبيه لحاجه ايجابيه. صحيح. خليك مدمن في اتجاه العلم، في اتجاه المناهج، في ان انت تكون اكثر جوده واكثر عطاء في الانشطه التعليميه واكثر اثراء، اكثر تحفيزا، اكثر رجع صدى او فيدباك، اكثر تحليل ونقد للمعلومه وبحث عنها في الفتره دي بالتحديد يعني. انا بشكرك جدا لان دي نصيحه غاليه، عشان الانترنت زيها زي اي حاجه في الدنيا، ما هي علم في حد ذاته، لا هو عشان اخد عليها محتاج. وانا لا او جات لي الفتره اللي انا بحب حاجه جدا وما اقدرش استغنى عنها فهوظفها صح، وكده كده بقعد عليها بالعشر ساعات، اقعد بقى منهم اربعه للمذاكره بقى. هو يعني انا مع الدكتوره في الجزئيه ديت، لانه بنامل انه برضو انت ماسك الموبايل
خلي نص 50% 50% 50% اجيب معلومه و50 حتى لو دخلت على جوجل وجبت اي معلومات بره بره التعليم فانت مستفيد. مش لازم كلها رسائل حد يبعتها لي. صحيح. يعني الرسائل اللي بتيجي على الواتس واللي بيجي على الفيس وفيها معلومات ما انا بستفيد بيها. فاحنا نتمنى ان انت تتحول من حاجه سلبيه بتتفرج عليها الى حاجه ايجابيه تقدر تتواصل معاها وتستفيد منها. ونرجع في الاخر بعد ال 15 يوم كنا يعني في دراسه بعد ال 15 يوم نقول ان احنا استفدنا. أمين. ودخلنا مرحله انهاء الدروس الخصوصيه والتعلم عن بعد وعن طريق النت. انا بشكرك جدا سياده النائب فايز بركات عضو لجنه تعليم مجلس النواب، شرفتنا. سلامتك يا حبيبي. بشكرك جدا دكتور ايمان عاشور المدرس بقسم الاعلام كليه التربيه النوعيه جامعه المنيا، شرفتينا. بشكركم مشاهدينا، وفعلا زي ما سمعنا خلونا بقى نشوف ايه فوائد الانترنت، حتى لو مش هنجيب من بنك المعرفه عشان المتصل الكريم اللي قال ما عليهوش حاجه، خلونا نجيب من اي حاجه المعلومه هتصحح نفسها. لو عندنا كتب نقدر نجيب كتب ورق نقراها عن المعلومه، يعني افتح كده وقضي وقت كبير وخد الموضوع بجدية، وأنا واثق إن شاء الله زي ما قالوا ضيوفنا الكرام إنها هتكون مفيدة لينا. بكرة حلقة جديدة في مساء الخير، تصبحوا على خير.